السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جزء جديد وهو إبداعات المصريين القدماء. إبداعاتهم بقى فين؟ في مجال الكتابة والأدب. وبيجي هنا هو سؤال نبدأ بيه: ازدهار الحياة الثقافية والفكرية في مصر القديمة. ده اللي هنتكلم عنه في الدرس ده والدرس الجاي. ليه الحياة الثقافية والفكرية كانت مزدهرة في مصر القديمة؟ قال لك علشان ببساطة مصر كانت بتتمتع بعدد من العوامل اللي ساعدت في ازدهار الحياة الثقافية والفكرية. كان عندي عوامل طبيعية زي إيه؟ موقع مصر المتميز، مناخها المعتدل، نهر النيل اللي بيفيض بالخير على المصريين كلهم. بس لا، وعندي كمان عوامل بشرية: ذكاء ونبوغ المصري القديم في كافة المجالات. كل الحاجات دي أدت إلى وجود طاقة إبداعية في كل مجالات الفكر والثقافة عند المصريين، وده اللي هنشوفه في الدرس بتاعنا وهيظهر لنا في الدرس بتاعنا. أول حاجة هنتكلم عنها الكتابة. أنواع الكتابة عند المصريين القدماء. إحنا طبعا عارفين إن بظهور الكتابة دخل المصري القديم في عصور التاريخية، وقلنا إن الكتابة عندهم كانت معروفة بالكتابة الهيروغليفية، لكن وهي عبارة عن مجموعة من الصور والرسوم. لكن أنا عندي أنواع تانية للكتابات المصرية، تعالى نشوف. يلا، أول حاجة الكتابة الهيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية، كلمة هيروغليفية هي كلمة يونانية معناها الخط المقدس. طب ليه كانوا بيطلقوا على الكتابة الهيروغليفية الخط المقدس؟ قال لك لأنها كانت تستخدم في الكتابة على جدران المعابد والمقابر عشان يسجلوا بيها النصوص الدينية بتاعتهم. يبقى أنا أول نوع عندي الكتابة الهيروغليفية، ما بين قوسين الخط المقدس. كانت بتتكتب إزاي يا ولاد؟ إحنا قلنا كانت عبارة عن مجموعة من الرموز والصور. كانت بتتكتب من أعلى إلى أسفل الورقة أو من اليمين إلى اليسار. دي أي طريقة يكتب بيهم الكتابة الهيروغليفية. الكتابة الهيروغليفية كمان كانت عبارة عن الخط الرسمي للدولة. الخط الرسمي للدولة كان الكتابة الهيروغليفية. تعال نروح على النوع الثاني من الكتابة، وهو اسمه الكتابة الهيراطيقية. الكتابة احفظها كده، الهيراطيقية. والكتابة الهيراطيقية دي هي خط رجال الدين. ليه؟ عشان الكهنة كانوا بيستخدموها في الكتابة على أوراق البردي. يبقى الكتابة الهيراطيقية كانت خاصة بس بالكهنة. النوع الثالث عندي الكتابة الديموطيقية، ما بين قوسين الكتابة الشعبية. ليه؟ عشان أغلب الشعب كان بيستخدمها في كل نواحي الحياة بتاعته، بقى عقود، كتابات، أي حاجة. دي الكتابة الديموطيقية. عندي بعد كده المرحلة الأخيرة من الكتابة، هي الكتابة القبطية. والكتابة القبطية دي آخر مرحلة من مراحل الكتابة المصرية القديمة، وكانت مأخوذة من الكتابة الديموطيقية اللي هي خط الشعب أو الكتابة بتاعت الشعب. طيب المصريين القدماء كانوا بيستخدموا ايه في ادوات كادوات للكتابه بتاعتهم؟ قال لك طبعا كانوا بيستخدموا الورق اللي كان مصنوع من نبات البردي، وكانوا بيستخدموا اقلام مصنوعه من البوص. البوص ده هو نبات كده، هو ناشف بيقطعوه كده وبيعملوه بسن كده هو. وكان عندهم برضو الاحبار اللي بيكتبوا بيها زي اللون الاسود واللون الاحمر. دي ادوات الكتابه عند المصريين القدماء. تعال نروح للادب. قال لك بقى تعدد أنواع الأدب المصري القديم. كان عندهم أنواع كتيرة ومتعددة من الأدب المصري. ليه؟ بما تفسر؟ قال لك عشان هم اتخذوا الأدب ده، هو الأدب ده يا ولاد زي الشعر والحاجات دي اسمها أدب. طيب كانوا بيعملوا بيها ايه؟ كانوا بيعبروا بيها عن كل قضاياهم السياسية والاجتماعية والدينية، يعني أي موضوع يخص حياتهم كانوا بيتداولوه عن طريق الأدب. بقى يكتبوا فيه شعر، يكتبوا فيه مقال، يكتبوا فيه قصة. طيب ايه أنواع الأدب المصري القديم؟ قال لك رقم واحد عندي حاجة اسمه الأدب الديني. الأدب الديني، الأدب ده هو المسؤول عن الحديث في الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود اللي كانوا بيؤمن بيها المصريين القدماء. طيب هو نوع واحد؟ قال لك لا، الأدب الديني عندي كذا نوع. الأنواع بتاعته؟ قال لك رقم واحد نصوص الأهرام.
ده من الأدب الديني. إيه هي نصوص الأهرام؟ قال لك نصوص دينية كانت بتتكتب على جدران الأهرامات علشان تساعد الميت في الحياة الأخرى. طبعاً إحنا عارفين قصة البعث والخلود اللي كان بيؤمن بها القدماء المصريين. عندي رقم 2 كتاب الموتى. كتاب الموتى دي عبارة عن كتابات دينية تم كتابتها على أوراق البردي وكانوا بيحطوها مع الميت عشان تحميه وتساعده في وقت الحساب. رقم 3 عندي أساطير دينية. يعني إيه أساطير دينية؟ قالك هي مجموعة من القصص الخيالية ما كانتش حقيقية، كانت القصة في النهاية بتهدف إلى إن إحنا ناخد عبرة وعظة. من أمثلة الأساطير الدينية دي قصة إيزيس وأوزوريس اللي بتدل على انتصار الخير على الشر في النهاية مهما كان الشر أقوى. عندي آخر حاجة أناشيد إخناتون، ودي عبارة عن مجموعة من الأناشيد والصلوات اللي كان بيقولها إخناتون اللي هو من حطب الرابع للإله بتاعه آتون اللي كان بيرمز له بيه قرص الشمس. يبقى ده كده أول نوع من الأدب اللي هو الأدب الديني. رقم 2 عندي حاجة اسمها الأدب القصصي. الأدب القصصي بقى هو عبارة عن مجموعة من القصص الحقيقية والخرافية بتعكس بعض القضايا الموجودة في المجتمع المصري. عندي أمثلة ليها، قصة اسمها قصة سنوحي ودي قصة حقيقية حصلت، وقصة البحار الغريق دي قصة خرافية. ممكن نعمل سيرش عليهم كده وإقرأ قصة سنوحي والبحار الغريق. ثالث نوع عندي من أنواع الأدب اسمه الأدب التهذيبي، والأدب ده هو مقصود به مجموعة من الحكم والنصائح اللي تخص السلوك والتربية والأخلاق. المجموعة دي كان بتصور بعض التعاليم والوصايا اللي كان بيوجهها بقى الفرعون لابنه أو الحكيم لحد من تلاميذه مثلا. طيب إيه الهدف منها؟ الموعظة والنصح. يبقى الأدب التهذيبي الهدف منه الموعظة والنصح. عندي أمثلة لي زي تعليم الحكيم، عندي بتاع حطب والحكيم آني، ليهم مجموعة من التعاليم، مجموعة من النصائح والحكم دي تحت بند الأدب التهذيبي. عندي بعد كده حاجة اسمه أدب المديح، والأدب ده هو عبارة عن مجموعة من الحاجات اللي بتمجد أعمال الفرعون، بتمجد أعمال الفرعون وبيذكر بقى فضله على الشعب وفضله على الدولة. من أمثلة أدب المديح ده هو الحاجات اللي اتكتبت للملك سونسارت الثالث لتمجيد أعمال الملك سونسارت الثالث. كده كمان نكون خلصنا درسنا النهاردة واتكلمنا عن الكتابة والأدب بأنواعه في حياة المصريين القدماء. شوفكم إن شاء الله في الدرس اللي جاي.